تواصفوها الحيل من لمبها وظلت شقرها حار بارد ماها. شوف انت هذه الحيل. الحيل هي نعم. حيل الغاف. الحيل الغاف نعم. زين دغمر بتزعل. ما لها شيء دغمر؟ دغمر يلها. ايش قال؟ مو يقول تعرفوا مو يقول حا دغمر. ايش قال؟ يقول حواش من دغمر. زين. وبوش الهوى تغمر. حواش؟ هي الحواش من دغمر. وبوش؟ هذا وبوش الهواء؟ تغمر. هذا عاد يوم تشل غنى هذه القصايد عايز توي. شوف انت. مساكم الله بالخير. نديم الماضي معكم هالمرة في ولاية قريات بمحافظة مسقط. دائما نقول بعد الفاصل واللغز وراجعي لكم، خلوكم معنا لا تروحوا بعيد. نديم للماضي نديم للماضي هات ولا تفسر علو هات ولا تفسر وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كلين على حل وتعبير وكلين على حل وتعبير. محلاك يا بن العديني قهوه يغنم للحبيب ناولنا ما غطي يديني أضيافتي وايب عليكم أهدن يرى بينك وبيني نديمنا ينشد يناشد شخص بيسقي الحاضريني الخاتمة ختم تقولي صلوا على الهادي اللميني. هذا هو لغزنا لليلة، اللي ودي يعرف الإجابة يتابعنا للآخر. نديم الماضي بدا والدة فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يسلمك. إن شاء الله بخير. الحمد لله. يعطيك العافية والصحة. الله يعطينا وياك. في قريات هنا إيش معكم الفنون الفنون التراثية الشعبية؟ تراثية والله معنا أولاً تنقيلي. تنقيلي. ثانياً رزحة. أها. مع الرجال. إيه نعم. الفنون النسائية إيش الفنون النسائية؟ النسائية والله معنا قايل قولي.
قايلقولي. ايوه ايوه اسمه قايلقولي. زين هذه واحده. الثانيه زين ثاني زفه عروس. زفه العروس. زفه عروس. اها ايوه. وايش بعد؟ مع معنا زفه مختن. مختون معناته المختن. ايوه المختون هي اللي هي التنقل. ايوه معنا زفه الكيده. اسمها نزفها كيده معنا نزفها. نزفوها ايوه كنا عروس. ايوه كنا عروس. معنا زفاف مبخره. هذا يوم مثلا حنا المعاريس لازم تشيل تسوي مبخره. نوبي هي ويلها زفاف. هي زفاف مبخره. ايوه لها زفاف. ايوه خلينا الحين ناخذ كل فن على صوب ان شاء الله. اول شيء شو قلت لي؟ اول قايلقولي. قايلقولي هذا ايش تسوي؟ هذا نسويه مره من نوصل بيت حيال المعرس نقوم بزينه هذا. زين ايوه. زف العروس لل لا من بعد عن زف العروس. من بعد اول نرمس. هي بدل 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 غناء اول نرمس قبل ما قبل عن زف. ايوه زين شو تقولوا؟ نقول ويقول سعيد يو دان داني اللي داني دانا يو داني ما ويقول سعيد يو دان داني اللي داني دان يو داني ما ويقول سعيد. هذا غنى غير. هذه غنى. ايوه هذا ما قايل اقوله. زين هذه انت شليتي لي اياها الحين. ايوه اعطيني اياها بالمنثور. ايش تقول؟ تقول ويقول سعيد يو دان داني اللي داني الويل من داني. الويل من داني. هيوة بس هل هالكلمتين. هيوة خلاف عفوك قصايد صح. قصايد سمعين. أيوة. زين شي من قصايد. أيوة. علي ويقول سعيد الأول بيدينا وبين الرحمن سمينا ما ويقول سعيد الأول بيدينا وبين الرحمن سمينا ما ويقول سعيد والثانية على النبي المختار صلينا ويقول سعيد والثانية على النبي المختار صلينا ما يقول سعيد. أيوة. هي تمشي على الأولى والثانية والثالثة. أيوة ليه؟ هي تمشي على بلقصاي. الردادة عاد تردها كما قلت أنا بس يقول سعيد لين توصلوا للخاتمة. أيوة على ما نختم. أيوة أيوة أنا عبد القصايد أشيل فوق قصايد. أنا عاد علي القصايد. أنت عليك القصايد. القصايد. أنت تنثريهم القصايد تقوليهم. أيوة أنا أقولهم عاد. أنت تنشديهم. أيوة هم بس يردوا عا ما يقولوا معي في القصايد بس يردوا على الغنة. إذن هذه كيف يكون شكلها صفين ولا؟ هذه لا بوحة. يجي عقاعية بوحة عقاعية لكن وقوف. وقوف. أيوة ما جلوس. ما تتحركوا. لا ما يتحركوا ولا يرقصوا. اها يرقصوا عاد ابو علي على رقصه صار ابو واقف واقف دايري ابو يرقص على يرقص وساق دايري. ايوه نحن متداورين عليه من حريم ورجال عاد توقف في المقابله. ليش من طبولتكم موجوده؟ طبوله هن ذي الطبول. طبول عمانيات معناها. طبول عمانيات. عمانيات اي نعم. كاسر ورحمن. ورحمن. ايوه هلا ويقول سعيد يو دان دان لدان دان. انت باغينها كذا شيء ولا كذا؟ شليها بالشله الحين وخلاص بنسمعها بالكلام. علوي قول سعيد يو دان داني اللي داني دانا يو داني ما ويقول سعيد يو دان داني اللي داني دانا يو داني ما ويقول علي يو سعيد وهين قاسمي شرايا العيد ويقول سعيد يو سعيد يو سعيد وهين قاسمي شرايا العيد ويقول يلا قسم شلا مضموم ما بين الراجل والخيد ويقول سعيد قسم شلا مضموم ما بين الراجل والخيد ويقول سعيد. هذه تسمح. هي واسمها يقول سعيد. هي دي أول ما بادي. أول ما بادي. هي من نوصل حبيت المعرس قايل أخولي خلاص ما قالت لك ما قريت. كله ما الأول. هذا كله ما قدنا وقدنا. ما القديم. هي وما القديم صار تعرف إنه بغير يجي. ومشي زين منه. أزين منه كثير عاد وهذا أزين. هذا الأزين. هذا يفضل اسمها. اسمع أنت. يلا عرس معريس وراح الله قليل امها ويقول سعيد عرس معريس وراح الله قليل امها ويقول سعيد ويقول سعيد We go.
لينها عاد كان مشي وكيف سياره المهم وكان فوق بوشه وكان فوق حمار المهم زفينا عروسنا من زفينا عروسنا عاد يو داني داني لداني يو دان يو داني هلي علي يو دان يو داني يو داني داني لداني يودان يوداني هلي علي يولي يولي هذا كله هبان اسمه هذا اسمه هبان وانتو ماشي هي ومال الأول هي هبان ده هذا اسمه هبان هذا كنا حزين شوية أيوة كنا العروس مغادر بيتها أيوة جام جلولة عن بيتها لا تكون حزين شوية أيوة زعلانة أيوة هذا كله هبان لما وصلناها حي الباب باب المعارف. من وصلناها حباب الحوش كان أول صحويش وكتوش أول وثالث صح. وصلناها عناك من وصلناها هنا خلفناها لغناه هو ذا هبان كله معناته هو ذاك ماذا ركبته وقلت لك بك ويتابع عاد يا هو تغيروا في الكلام عاد. أيوة من جبناها عاد حي الباب حباب الحوش قلنا عاده ردينا عب غنانا شليتوا هي شلينا مرة يو داني 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 وعلي ويعين يو داني 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 وعلي ويعين عسمها الباطنية الباطنية هي معنا نحن وليش سموها الباطنية؟ الباطنية بس عصا اسمها اسمها الباطنية سمها. هي الاسم ما تعرفوا ليش سموها بالباطنية أيوة هذه عند باب الحوش عند باب الحوش عاد انزين دخلنا داخل من باب الحوش من خلصنا من ذي الغناء دخلنا العروس من دخلنا العروس دقيت تعتية تعتية حتى عروس اسمها تعتية واينان الواينان الواينو واينان الواينان الواينو واينان الواينان الواينو صلاتي عن النبي الحاضر ونحن نمشي بها جبناها عقريب كان في الليوان تو ليوانيات وصلناها في الليوان من وصلناها في الليوان هو ذا التعتية من التعتية من جبناها في الليوان عقريب الباب مال الحجرة مال المعرس المعرس هناك واقف ايه؟ واقفها على الباب ترقى غزر الرجول ترقى ايه ترقى هي ترقى حرمته قلنا احنا بالعافية عريس بالعافية من قصة الحنة وانا الحافية بالعافية عريس بالعافية من قصة الحنة وانا الحافي هذه عادة بالعافية المعروف بالعافية عريس بالعافية من قصة الحنة وانا حافي وانا حافية هي وانا حافي هو على الرجال هناك واقف مرة يترقى حرمته نحن عاد اعطينا عرضنا عاد وخفته انزين هناك على الرجال يغسلوها من جيبنا عاب العافية عريس بالعافية وقفوا عادمه وقفنا نحن من الغناء وجابوا عتابقوا الرجول رجول الرجل ورجول الحرمة يمين بيمين يتلاقوا هي يتلاقوا يمين بيمين هناك على الحرمة تغسل تغسل الرجول أبو قاسي قاسي جلوس أم كوبرة معهم كوبرة صار أول قاسي جلوس ما اليوم صفر اليوم يا سافروا بهن أول سبع أيام يقصوا عليهن الحين لا اليوم لا عاد الحين مني للمطار بس يوم روح إنزين دعايوها من دعايوها عاد الرجول هناك يغسلوها نحن نقول عاد
قمتي بشبشي يا غلام، قمتي بشبشي يا غلام، قمتي بشبشي يا غلام، تراني قمي الصبح بان، قمتي بشبش يا غلام، قمتي بشبشي يا غلام، قمتي بشبشي يا غلام، تراني قمي الصبح بان. هذا احد معرس قمت بشبشي يا غلام، ترى نجم الصبح بان. ايوه انزين، خلصوا عغاسن الرجول، دخلناها على هالجلسه، زوجها على جالسنها وهي جابوها، جلسوها حي زوجها، كان عم ماسح، كان عم سح، وكان صار ماسح مع الملكه، كان صار حد منهم يقدموا ملكه حق ملكه ومسحه حق، وحد منهم لابس ملكه ويمسحون ويمسحوا عليهم بعد ما يدخلوها ليله الدخله. ليله الدخله من جلسوا عوريناهم جالسين ودهم غسلهم ورجولهم وكل شيء وجالسين، باركنا الله يبارك له، بارك له معرس وحيانه، بارك له راع السبعيه، بارك له راع المصر الاخضر، بارك له الله يبارك. هذا عاده مع قاسين داخل بس عم بارك لهم. ولازم يلبس مصر اخضر ولا لا؟ هي لبعاد لازم سبعيه اول. نعم مريت من المعاريس اول. خنجر تذكرته، سيف، العمامه، هذا البشت، هذا يوشحوهم توشيح. شوف المعرس غالي زويته، معرس وهذا الحياه والحنة لا تخلف، معرس من حق. شو اشوف اليوم كيف حنا لا تفردهم، ماشي الحين اليوم ما تفردهم منك انت على المعرس، حاله حال اللي جاي واحد. ابارك الله. شوف انت لا صلاه يا لا صلاه يا لا المبخر. هي ايه هيك المبخر نوب، هو قلنا هبان. متى تسووا هذه؟ هذه نسويها ليله الاربعاء اول صار اي يوم. المول اول على المنازل، زين المنازل اول سبت يعرسوا، الخميس يعرسوا، الاربعاء يعرسوا، الاثنين يعرسوا، واليوم صاف هذا الزمن حيت لنا شغل حكومه، الناس اليوم تهيد الخميس وتهيد الاربعاء لان اجازه. ابارك الله. اليوم عاده ذا حاله زفافه من الاربعاء، هذا الحنة قبل الليلة، قبل الليلة ليلة الحنة، ليلة الحنة هذه اسمها يوم الأربعاء، والخميس هذاك عرس. زين هيوة تشل عاد المبخرة هذه من بيت المعرس، تشل حي العروس يشوفها. هيوة تشل حي العروس، زف حي العروس. انزين من نوصل آحي بيت العروس نغنى على المبخرة ونرقص بها، وأول وندوم بها ونحت بها على ما نبغى، بدلونا على الحنة المعرس بجايبيننا نحن نعطي العروس، وحنا العروس يعطونا نحن على احد معرس. حال المعرس ايوه تبادلوا، انت بادل ونحن جايين. زين بغينا عن نجلس نحن العروس، صاقسينا حنينا عندها العروس فرقه على قيلة اليوم، كان صاقست حنيها فرقتها ونحن ردينا حي معرسنا. زين قمنا عن حنا معرسنا، ردينا على معرسنا وقمنا نحني. ايوه هو هذا بدل غنى. اذا وش تغنوا وش تشلوا في المبخره ذي؟ واحده تقول بسلم علي وداني داني لداني يودانا يوداني، بسلم علي وداني داني
لدانينا الويلي مين داني، هذا كله على هبان اول. هذا يا اليوم عما شريطت اي للحين هذا يا اليوم عادي اليوم سمعنا ابو الخير قمنا نغني به، سمعنا الاخر قمنا نغني به، ولا اول لا اول كله من المخ يجيبوه اول كله من راس كله من المخ ما هي نعم ماشي ما شريط على الطربه نعم. واليوم كل العروسات على الماتش وبتسمع في الشريط سمع اليوم يغني ابو الزين اول لا ضاعت الحين ابارك الله ملهم الح اول موزه خميس في دهرنا نحن في دهرنا نحن في دهر وعينينا ما اعرف كيف ايه. لكن نغنيها ما نغني به سنطوراته موزه خميس سنطورات ايوه ايوه لكن نغنيها ما نغني به احنا في العروسه لان عندكم انتم هذا اليوم يغني وبغنى بالخير والدوله هذا اليوم هي غني وبعد احنا قابل ما دعينا لا ما في بيننا الحين ما يطربكم ابارك الله بيننا هذا اذا حد الحين يسوي نفس العرس القديم اللي كنتوا تسووه هي حد حد الحين حد حد قابض عليه بعد نعم كان اول بعد كل منك نحن بس عزمنا يوم واحد يقول لنا ابغى عرس والنعم لا انا وشو مو غني لك ما يحتاج يمكن محمد بيعرف كان عتنقد علينا تقول ما ابغى غنى ابو ولا ابغى غنى ابو تو كان انا اعطيك غنى ابو تو وكان ما انقدت علينا وتبغى غنى الاولي معنا لا والله بق البر ما مختلف ابدا مهما يكون ما بردكم ابدا الله يخليك بنبكم الله يخليك كيف قال نادم للماضي نادم للماضي والغزه ولا تفاسر محلاك يا بن العديني قهوة هي غنم للحبيب ناولنا نا ما غطيميني أضيافتي وايب عليكم أهدني يرى بينك وبيني نديمنا ينشد يناشد شخص بيسقل حاضريني الخاتمة ختمت قولي صلوا على الهادي اللميني. هذا هو لغزنا مثل ما سمعتوه، أما الحل فهو فنجان القهوة. نلتقيكم بالغد وحياكم الله. محبوبي راوف بخلك محبوبي راوف بخلك ناديم الماضي لا تمل دام ما ملك لا تمل دام ما ملك ناديم الماضي نديم الماضي كان معكم مشاهدينا في ولاية قريات بمحافظة مسقط. أتمنى لكم صحبة ممتعة دائما وأبدا مع كل حلقات نديم الماضي. كل عام وأنتم بخير، تمسوا بالخير. شوف انت كلنا وودعنا في المغنى والمعنى برقصايا هالناس بدر على الموعد لا تغيب ولا تبعد خليك كويس الخير الأماكن من سدرة اللحن فضة وذهب والماس فنن فنن على فن قاصد ومتعنك واللي نشد بحساس